تمام، بسم الله. إيران، انتوا شايفين الشاشة دلوقتي صح؟ شايفين الكلام اللي مكتوب؟ حلو قوي. احنا كده اتكلمنا عن النكرة والمعرفة. طيب كلمة مدرسة كده، مدرسة تاني، دي كلمة نكرة ولا معرفة يا أولاد؟ نكرة نكرة عشان مفيش ألف فيها. التنوين. تمام، في سببين خلوا الكلمة دي نكرة. السبب الأول إن ما فيهاش تنوين ألف ولام. بعدين ما فيش ألف ولام. أيوة، برافو عليك. والسبب الثاني التنوين. إن هي منونة. تمام، كتابا. قول لي يا محمود، دي نكرة ولا معرفة وليه؟ كتابا لوحدها صح؟ كتابا برضو نكر ليه؟ عشان فيها، عشان التنوين وعشان ما فيهاش ألف ولام. برافو عليك. هو طبعا بما ان فيها تنوين مستحيل هتقدر تحط فيها الف ولام اصلا، لان الكلمه المنونه ما ينفعش تخش فيها الف ولام. طيب الكلمه دي، كلمه المدرسه، نكره ولا معرفه يا عبد الله وليه؟ المدرسة معرفة عشان فيها ألف سلام، عشان حصل لها ايه؟ معلش، فيها ألف سلام. في ألف ولام صح. وكلمة معلمتهم دي نكرة ولا شكرا يا محمود، شكرا يا عبد الله، شكرا يا عبد الله حبيبة. معلمتهم نكرة ولا معرفة؟ معرفة علشان الضمير. حلو، شكرا. كتاب المدرسة، محمود، نكرة ولا معرفة؟ كلمة كتاب، كتاب المدرسة معرفة ليه؟ عشان في ضمير لا، فين الضمير يا راجل؟ المدرسة. عشان جه بعدها ايه؟ المدرسة اللي هي ألف ولام المدرسة دي اعرابها ايه؟ معرفة مضاف؟ عشان في ألف ولام مضاف. مضاف اليه، كلمة المدرسة اعرابها مضاف اليه، يبقى لما يجي لي كلمة ما فيهاش ألف ولام، يجي بعدها كلمة فيها ألف ولام، يبقى الكلمة التانية دي تعرب مضاف إليه. إليه تمام؟ يبقى كلمة إليه كتاب يا عبد، يا محمود، نكرة ولا معرفة؟ بعرف عشان هي مضاف إليه، لا 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 لا، مضاف أنت عشان هي مضاف. كتاب معرفة ليه؟ عشان جه بعدها مضاف إليه، بس وهي إليه دي الإجابة. اتفقنا؟ تمام. تمام، يلا بينا نروح على الجملة الثانية. الفعل أعطى، أعطى الرجل الغني الفقير مالا، الفقير مالا. طيب الجملة دي يا أولاد زي ما قلت لكم كده، أول لما تشوف الفعل أعطى تعرف إن في حاجة غريبة هتلاقيها في الجملة دي. تمام؟ إيه الغريب اللي اكتشفناه يا حبيبة في الجملة دي؟ الرجل الغني الفقير. لا مش ده الحاجة الغريبة أوي في الإعراب، أنا بتكلم على الإعراب. إحنا عربناها بالفعل مع بعض. بس كان في حاجة غريبة بعد الفعل أعطى. مش فاكرة؟ لا تمام. ماشي. طيب نمشي واحدة واحدة يا أولاد في إعراب القطع، في إعراب الجملة دي، عشان الجملة دي مهمة جدا. أول حاجة، أول لما أشوف الفعل أعطى أعرف إن في حاجة في اللغة العربية اسمها اتنين مفعول به. ما يا اولاد، اتنين مفعول به. طيب حد يعرف لي اعطى؟ دي سهلة دي حبيبة. أعطى فعل، هتكون فعل لحظة، فعل مضارع صح؟ انا بسأل، هو لحظة واحدة،
متعرضة دي للغرور كثيرا المال. انت خمسة واحد اتنين فعل فعل مضارع، فعل مضارع. غلط. محمود محمود يا مستر تعرف تعرف اعطى أعطى، مش أعطى. عد خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عبد الله لو أعربت أعطى تاخد ثلاثة. شكرا عبد الله. عبد الله وراح فين؟ الله نام يا ايوه نايم ولاد. لا فعلا لا لا مستر. لا أنت بتروح فين فعل يا بابا؟ مضارع، إيه؟ فعل مضارع. آه أنت بتخلص الموضوع. طب لو اختفيت تاني أشيل نص الشكرا اللي عندك. نعم لا يا ولاد الكلمة دي أعطى دي مش فعل مضارع، دي فعل ماضي مبني على الفتح. ده بالنسبة للفعل أعطى، فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي أعطى؟ الرجل. يلا يا حبيبي عرب الرجل. فعل، ماله؟ فعل وعلامة في الضمة. فعل مرفوع وعلامة إذا فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. تمام. الغني مين يعرف لي الغني؟ شكرا يا حبيبي شكرا. محمود الرجل الغني، الرجل الغني خد بالك. الرجل معرفة في ألف ولام اهي، والغني معرفة برضه فرق مضاف، مضاف إليه. أضاف إليه. طيب غلط. عبد الله لو جاوبت صح هتاخد اتنين شكرا. الرجل الغني، الرجل الغني إعراب الغني إيه؟ ها مفعول، مفعول به. راجل يا راجل حرام عليك حرام عليك. الرجل الغني حبيبة لو جاوبتي صح هتاخدي ثلاثة شكرا. نكرة. قلنا النكرة ده مش إعراب، النكرة ده نوع كلمة، وأولا الكلمة مش نكرة، كلمة معرفة فيها ألف ولام. صح. إيه؟ عد الرجل خمسة. الغني واحد مضاف إليه. لا غلط. كلمة الغني نعت. يعني ايه نعت يا اولاد؟ يعني صفة، فيها كلمة بتوصف الرجل. وده درس تتعلموه برضو من ضمن الحاجات اللي هنأكد عليها النهاردة. لما يجي لي كلمتين الاتنين معرفة زي مثلا الرجل في ألف ولام الغني، كلمة الغني هنا بتوصف الرجل، بتبين صفة من صفاته. فعشان كده لما القاعدة بتطبق المعنى يعني بيدل على ان الرجل ماله، الرجل الغني دي حاجة اسمها صفة بنوصفه كأننا بنوصفه في النحو، بنكتبها على انها نعت. والنعت ده ما عندوش شخصية، بيمشي زي اللي قبله. يعني اللي قبله مرفوع هيبقى هو مرفوع، لو اللي قبله منصوب فهو منصوب، لو اللي قبله مجرور يبقى هو مجرور. يبقى نرجع تاني حبيبة، عرفتي الكلمة دي اعربها ايه؟ الغني. نعت، نعت ماله. نعت مرفوع معلم رفيق ضمه، برافو عليكي. ليه؟ عشان اللي قبله مرفوع علامة رفيع الضمة، لأنه كده انت كده شكرا. بيقلد. برافو عليكي. كده انت اتعلمتي الدرس. يبقى تاني محمود. محمود ألو، قول يا محمود كلمة الغني اعربها ايه؟ نعت مرفوع ها وكمل. بالضم. ليه ليه نعت مرفوع بالضمة يا محمود؟ ليه؟ نعت. ليه ليه النعت هنا مرفوع؟ ليه كلمة الغني هنا مرفوع؟ عارف السبب؟
لا بس هو ممكن يكون مستر سببي. ايه الكلام الكبير ده؟ لا عبد الله، اه لو انت تمام قلت لي ليه النعت ده مرفوع هتاخد اتنين، شكرا، بتاعتك وبتاعت عبد الله. ليه مرفوع؟ عشان جاي قبلها فاعل ايوه، والفاعل ايه؟ مرفوع. اتنين، شكرا يا عبد الله. يبقى تاني يا اولاد، عرفنا ازاي بنعرف النعت؟ في الف ولام وفي الف ولام، ده كده نعت. طيب النعت هنا مرفوع، ليه مرفوع؟ عشان قبليه عشان قبليه فعل مرفوع، مرفوع. لا مش عشان قبليه فاعل يا عشان قبليه مبروك، مرفوع، سوري عشان قبليه مرفوع. مرفوع. يعني انا النعت ده بيمشي زي اللي قبله بالظبط، بما ان اللي قبليه مرفوع يبقى هو مرفوع، لو اللي قبليه منصوب هيبقى هو منصوب. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مين بقى اللي اعطى؟ الرجل الغني اعطى لمين؟ الفقير. الفقير الفقير ده مفعول مفعول به، به، منصوب مفعول وعلامة نصبه الفتح. علامة نصبه الفتح. أنا هقول إعراب مالا، ينفع؟ ايوه حبيبتي شطوره، ماشي. مستني، حاضر، انا هخليكي تقوليها ما تقلقيش. طيب تفتكروا انا ليه سايب حته فاضيه هنا؟ هو الرجل الغني اعطى كام حاجه؟ الجمله الفعليه عباره عن فعل، حاجه بتحصل، فاعل، حد بيعمله، المفعول به اللي بيتعمل فيه. طب تعالوا نشوف الجمله دي، عندنا الفعل هنا اعطى، مين اللي أعطى؟ الرجل الغني. أعطى مين؟ الفقير. أعطاه إيه؟ مالا. يبقى حبيبة، تخش يا حبيبة بالشكرا بتاعتك عشان تاخديها. يلا يلا يلا، مالا، اعربها يا ماما. مفعول به ثاني، برافو عليكي، ماله يا ماما. مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح. مكتوب علامة نصبه الفتح الفتحة. يبقى في كلمة هنا مهمة جدا لازم أكتبها، وهي مفعول به أول. يبقى معنى كده إن في أفعال يا أولاد في اللغة العربية بيبقى عندها كم مفعول؟ اتنين. تمام؟ أعطى واحد منهم. برافو يا حبيبة، شطورة، شكرا. محمود، بص يا حبيبي، الفعل أعطى لما بشوفه بنتظر إيه؟ إيه اللي هيجي في الجملة بعد كده؟ أعطاء هيجي بعديه فاعل. ماشي تمام، يعني هيكون في الجملة فيها مفعول به واحد ولا اتنين؟ اثنين برافو عليك، شكرا. عبد الله، أيوه لما بشوف الفعل أعطى بعرف ان الجملة دي فيها مفعول واحد ولا اتنين؟ لا فيها اثنين مش سامع يا بابا. اثنين اتنين. يبقى لما اول ما الاقي الجملة فيها الفعل اعطى او يعطي او يعط، معنى كده ان انا متوقع ان الجملة دي هيكون فيها اتنين مفعول به يا اولاد. اثنين مفعول به. اتنين مفعول ايه؟ به. به اتفقنا؟ اتفقنا. تفضل. طيب في افعال شبه اعطى كده، منح الله الانسان عقلا. ايه ده فين؟ منح الله الانسان عقلا. مين يشتغل معايا الجمله الحلوه دي؟ طبعا حبيبه هتقول ممكن انا، أجرب، أكيد حبيبي، صح؟ طيب حبيبي وأنا حابة أجرب حتى لو أكلت ثانية غلط واحدة، يعني. ثانية واحدة، منحة الله الإنسان عقلا. يلا يا شباب، حبيبة اتفضلي يا حبيبة، منحة منح
فعل ماضي ماله يا حبيبي؟ مبني مبني على الفتح. صحيح، شكرا. يلا يا محمود. الله، لفظ الجلالة مفعول به. يا راجل يا راجل يا راجل، لفظ الجلالة هو مين اللي فاعل. منع؟ فاعل فاعل ماله؟ مرفوع علامة رفعه الفتحة. يا دي الليلة اللي وعلامة رفعه، علامة رفعه ايه يا محمود؟ الفتح الفتح الله أكبر. لا يا حبيبي، الفاعل دايما مرفوع وعلامة رفعه الضم، مفيش حاجة اسمها مرفوع بالفتحة، تمام؟ عشان نبقى تمام. متفقين كده، عشان ما يحصلش مشاكل ما بيننا ونسأل بعض. أي مرفوع ما ينفعش يبقى بالفتحة، لازم تبقى بالضم، علامة رفعه الضم. عبد ضم. الله. ايوه الله، عبد الله راح فين؟ هو كل شوية يدور على عبد الله. والله اهو انا ما روحتش في حتة والله اهو. أيوه كده، برافو عليك، شاطر. قول لي يا عبد الله، اعرف الإنسان ولو عرفتها زي ما أنا عايز أديك 2 شكر. مفعول به أيوه. مرفوع. لا إله إلا الله، لا 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 ماشي يا عبد الله، انا عارفها والله انا عارفها. أنا عارف يا مفعول حبيبي، به منصوب. أنا ما أعرفش، أنا بسألك، أنت قول لي إجابتك النهائية لو سمحت، عشان على أساسه هنشوف إذا كان حبيبي هتاخد 4 شكرا ولا لا. اتفضل يا عبد الله، اعرف لي الإنسان. نعت مرفوع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمال إيه؟ لا يا حبيبي مش نعت خالص. حبيبة، مفعول به أول. الله ينور عليكي، ضحكت عليكوا يا أولاد، ضحكت عليكوا وخدت منكوا كل الشكرا. مفعول به أول، ماله؟ منصوب علامة نصبه الفتحة. علامة نصبه الفتحة. على أولا أساس على ده، ها، مين عايز يقول إيه؟ قول 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 كل اللي نفسك فيه قول. مفعول به ثاني ايوه، ده مين ده؟ محمود. محمود، برافو عليك يا محمود، ماشي موافق يا محمود، انا مبسوط منك يا محمود. مفعول به ثان، ماله؟ منصوب علامة نصبه الفتحة. منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب حبيبة 4 شكرا، حبيبة 4 شكرا، محمود 1 شكرا. طيب يبقى عندنا منح برضو من الأفعال اللي بتنصب مفعولين. أفعال بتنصب إيه؟ مفعولين، يعني عندي مفعولين. حاجة في اللغة العربية اسمها مفعول به ثاني، يكون عندي حاجة اسمها مفعول به إيه؟ ثاني. طيب يا محمود، الفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما ايه؟ مرفوع. طالما هو مرفوع يبقى مرفوع علامة رفعه، اما الضمة او الالف او الواو. يا عبد الله، ايوه المفعول به دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة او الياء، علامة نصبه الفتحة او الايه؟ قلت تمام. يا حبيبة، منح فعل ماضي وأعطى فعل ماضي، اتفقنا؟ تمام اتفقنا. والفعل الماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح مؤقتا أو حاليا، اتفقنا؟ يبقى أنا كده في فعلين يا ولاد، لما أشوفهم أقول مفعول به تاني، مين يقولهم لي؟ محمود. منح و منح وأعطى برافو عليك، عندنا أعطى ومنح. ومنح. قل لي يا عبد الله، لما أيوه تشوف الأول محمود شكرا، خد 1 شكرا. يا عبد الله أيوه قل لي، الفعل أعطى والفعل منح اعربهم. فعل ماضي.
ما في ما بصوا، عشان بس ايه نبقى حلوين كده مع بعضينا، ما حدش يقول لي فعل ماضي ويسكت، اديني اعراب كامل لو سمحت. فعل ماضي مبني على فتح. شكرا كده صح. يبقى احنا النهارده يا اولاد خدنا حاجه مهمه جدا، خدنا كذا حاجه مهمه. اولا بعض المصطلحات زي نكره ومعرفه، المصطلحات دي مهمه جدا يا اولاد، محتاجين ان احنا نبقى عارفينها عشان لما نيجي نتكلم بيها في النحو يبقى الموضوع سلس بالنسبه لنا، ما تبقاش انت مش عارف اصلا يعني ايه نكره. تمام فلما اجي اقول كلمه نكره اهي، دي كلمه نكره. طيب يا حبيبه، كلمه مدرسه وكلمه كتابا، ليه الكلمتين دول نكره؟ علشان مبدئيا ما فهمش ألف ولام، ثانيا عليهم تنوين. ومش عارف ولام، مستنيين عليهم تنوين. إجابة ممتازة، شكرا، برافو عليك يا حبيبتي. يا مين اللي بعد منه؟ عبد الله. ايوه كلمة المدرسة ليه معرفة؟ نعم، ليه معرفة؟ ليه كلمة المدرسة معرفة؟ عشان مع عشان ما فيهاش ألف ولام. كلمة المدرسة، المدرسة، المدرسة أقسم بالله اسمها إيه؟ المدرسة المدرسة. ها عشان فيها ألف ولام. معلش أيوه بالظبط كده يا حبيبي، بالظبط، ركز معانا والنبي صحصح شوية. تمام؟ حاضر، تمام. كلمة شكرا، خد شكرا يا اسمه إيه ده؟ محمود. كلمة معلمتهم نكرة ولا معرفة؟ إيه، معرفة ليه؟ معلمتهم عشان في بعديها جي إيه. ولا مفيش؟ لا مفيش بعديها. لا والله بس سهلة يعني. بص والله بص اهي، والله بص كده هتلاقي الموضوع سهل جدا والله العظيم. عشان فيها تهم اتصل بيها ايه؟ هاء وميم. ضمير. اتصل بيها ايه؟ اللي هو هم. ضمير هم. مش هقدر اديك الشكر للاسف، لان اتصل بسبب اتصالها بضمير. طيب عبد الله، ايوه كلمة كتاب نكرة ولا معرفة؟ كتاب. اه كتاب المدرسة، الكلمة الخضراء دي معرف ليه؟ عشان جاي بعديها ضمير، فين الضمير ده يا ابني؟ قصدي عشان جاي يجي بعديها بعديها ألف ايه؟ ولام. يجي بعديها مضاف اليه، برضو مش هديك ضمير الشكرة، ليه؟ لازم اجاباتكم تكون واضحة. يبقى ليه جاوبتها؟ معلمتهم. كنت أنا عايزة أجاوبها. نعم حضرتك ليه قلت الإجابة؟ كنت أنا عايزة أخدها. طيب، ما انا عايز اعمل سبوت بقى يا حبيبي، عايز الم الدرس. تمام، قلنا الكلمه النكره ما فيهاش الف ولام او فيها تنوين، المعرفه يا اما فيها الف ولام او اسم اتصل به ضمير او اسم وجه بعديه مضاف اليه. تمام، عندي بعد كده اول ما اشوف الفعل اعطى اعرف ان الفعل ده هيجي بعد منه اتنين مفعول به، كذلك الفعل منح لما اشوفه اعرف ان فيه اتنين مفعول به، واتمنى ان لما ابعت واجب الاقي رد سريع في الميعاد. شكرا تمام ليكم، هبعت لكم الواجب على الجروب. شكرا، باي باي، لا فرصة. مع السلامه، باي باي. باي باي.